تتوقعين متى سيطلع صوتها؟ لا خلينا نجرب اذا هذا نعيد الفيديو. اوكي اهلين بنات، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ اهلين فيكم في قناة دايتا ويب. زي ما هو موجود في العنوان، باذن الله اليوم راح اعرض لكم الجولاي فيفورتس، مفضلاتي في شهر جولاي باذن الله. شيء عن الميك اب، شيء عن السكين كير، شيء اكل حتى. واحدة من مفضلاتي هذا الشهر استخدمه بشكل فظيع ولا يمكن استخدم غيره، صاير ليترلي ادمان، اللي هو الهايلايتر حق ميك اب فور ايفر الدرجة 2. اللي احبه في هذا الهايلايتر غير ان اللون حقه ذهبي، اللي احبه انه مرة بيجمنتد، يعني ما يحتاج انك تتعبين عشان يطلع معاك الهايلايتر. وكمان احب اللي احب فيه من اول ما استخدمته، الكل يسألني على الهايلايتر هذا، انت ايش حاطة هايلايتر؟ وكمان للناس اللي دائما اذا حطوا هايلايتر من بعيد يبان كأنه رمادي، يعني من قريب يكون كويس بس من بعيد يبانون كذا في شهبان في الموضوع، رمادي، خصوصا في المناسبات الكبيرة لما يكون في إضاءة مرة قوية، الإضاءة تعكس على شكل رمادي، هذه الإضاءة تعكس بشكل مرة حلو. ثاني شيء مفضلات شهر جولاي، أنا شفيني ماني عارفة أتكلم، ثاني شهر من مفضلات شهر جولاي اللي هو ديور ستار فاونديشن. اللي أحبه في هذا الفاونديشن غير انه ثباته حلو، الكفرج حقه ميديوم تو هيفي، يعني تقدرين انت تحطين مثلا يو بيلد اب الفونديشن يطلع معك كويس. الفينيشينج حقه مره حلو، يعني يعطيكي شيء مخملي ما يبين العيوب. انا ما احب الفونديشن اللي يبين المسامات عندي، لانه انا عندي مسامات على الخدود فاثار الحبوب، من اثار الحبوب اللي كانت عندي، فما احب الفونديشن اللي يبين لي هذا، احس انه يخفي الخطوط اللي عندي ويخفي المسامات اللي عندي بشكل مره حلو. اللون كمان لونه بيج، انا مره احب الفونديشن اللي لونها بيج، ما احب اللي تجيكي اصفر بزياده او تكون تقلب على اورنج، لونه بيج مره حلو. طبعا هنا مكتوب ستار ستوديو ميك اب سبكتاكولر برايتنينج ويتلس بيرفكشن، فعلا هو ما تحسين ان انت حاطه طبقات طبقات من الميك اب، تحسين انه جدا خفيف على البشره. مره انصح فيه، خصوصا اذا انت بتستخدمينه استخدام يومي مره حلو، يعني تقدرين تحطين طبقه خفيفه ويطلع مره طبيعي وبشره مخمليه كمان، حلو فيه يدوم معاكي ساعات، مره انصح فيه. هذا ثالث شيء ما ادري اللي هو مناكير اسي. اللي احبه في مناكير اسي انها صراحه غير انها سعرها مناسب، جودتها مره كويسه بالنسبه لسعرها. هذا انا حبيته بعد ما قلتوا لي عليه مره حلو، كل ما حطيته انتم في سناب شات تسالوني عنه، اسمه كوكتيل بلينك 768، حلو يناسب الاظافير القصيره لانه يعطي سبحان الله ما ادري ليه اذا حطيته احس انه يعطي اظافيري شكل اطول، فعشان كذا انا مره 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 احبه. قلت لكم رقمه كم، فان شاء الله انكم تلقونه، انا شريته مره من زمان، وكمان هذه واحده من ميزه مناكير اسي انها تدوم معاكي فتره طويله، فان شاء الله انكم تلقونه. كمان واحده من المفضلات اللي صايره استخدمها هذا الشهر اللي هو الكلينزنج باتر حق ذا بادي شوب. بس احب اقول شيء، شايفين كيف الحين لما افتحه فوكس كويس؟ شايفين كيف لما افتحه مره نظيف من جوا؟ الكلينزنج باتر هذه اذا انت بقايا الميك اب اللي انت تحطينها ترجعين مره ثانيه تحطينه يبقى، هذه بكتيريا، فعشان كذا دائما خلي معاكي ملعقه او يد نظيفه تاخذين منها الباتر، لانه ما ينفع انت كمان البكتيريا هذه ترجع، كذا حيطلع لك حبوب، حتجي معك حبوب كثيره. ففي ناس كثير يشتكون من هذا الشيء انه يطلع لهم حبوب، اذا كنتوا انتم تستخدمونه بهذه الطريقه، يعني ترجعين تمسحين وجهك بعدين ترجعين بنفس اليد مره ثانيه تاخذين من الباتر، دفنتلي راح يطلع لك حبوب، لانه لازم يكون هذا شيء نظيف. في ناس، بعض الناس صراحه اشوف من بعدهم كذا ميك اب ولا شيء اسود ولا فونديشن ولا اي شيء، فهذا مره سيء. بس اللي احبه في هذا انه حتى العين، مع انه مو مخصص للعين، اشيله فيه مسحه واحده، طريقته للي ما يعرف تاخذين من البتر هذه وتفركين فيها عفوا الميك اب، تفركين فيها وجهك بعدين تغسلين عادي. ليش انا افضله على الوايبس؟ انعم، فبالتالي ما يحتاج ان انت تفركين مع الوقت يطلع لك تجاعيد، وكمان اسهل. وانا ما افضل الميك اب وايبس لان بعضها تسبب لي، انا بالنسبه لي تسبب لي حبوب وتهيج، فهذا بالنسبه لي مره افضل.
اوكي واحدة من مفضلاتي هذا العطر، ما اعرف اذا هو قديم ولا جديد صراحة، بس مرة حبيته للصبح. ريحته ورد وريحته مرة خفيفة، يعني إذا تدورون على شيء للمناسبات هذا ما ينفع، بس أنا اللي حابته إنه انتعاش، مرة يناسب الصيف، جدا يناسب الصيف. فاللي عندهم دوامات، الدوام يحتاج لأشياء زي كذا، أنا أحب في الدوام يعني دائما آخذ أشياء زي كذا. تعرفون أنا قديش أحب الشموع والفواحات، إذا كنتوا تتابعوني في إنستغرام وفي سناب شات تعرفون إني مرة أحب. واحدة من أحلى الفواحات اللي أستخدمها اللي الكل يسألني عنها هي من The Body Shop، اسمها توباكو فلاور. الريحة ريحة نظافة، ريحة نظافة شيء مو طبيعي، وفواحة يعني فرفة واحدة تعطر كل البيت، كل البيت راح تعطره. فريحته كيف أوصف لكم إياها؟ ورد، بس ورد على نظافة. كمان واحدة من المفضلات، كمان هذا الشيء من The Body Shop. كم حطيت أنا شيء من The Body Shop؟ إلى الآن 3 أشياء. واو، Body Shop يتصدر. البتر والفواحة والكريم. هذا الكريم مرة حبيته. شوف هو ترطيبه مو مرة عالي، خفيف مرة. اللي حبيته فيه الريحة، ريحته عسل. كمان من مفضلات الميك اب اللي هو روج سيفورا، هذا كريمي ما هو مات. انا مره احب الارواج الكريمي، احلى علي. اللون مره حلو، مناسب لجميع انواع البشره، طبيعي على الشفايف، مره حلو صراحه. ادمان هذه الفتره، ما احط الا هو، تقريبا ما احط الا هو، الكل يسالني عنه. اوكي، وبكذا نكون خلصنا مفضلات شهر جولاي، ان شاء الله انها تكون عجبتكم. اي شيء قلته هنا وزياده عليه، الاماكن والاسعار موجوده في المدونه، ورابط المدونه في الديسكربشن بوكس تحت. لا تنسوا تعملوا لي اشتراك وتفعلون الاشعارات في زر الجرس اللي جنبه، اعملوا لي كمان لايك وسووا لها شير في مواقع التواصل الاجتماعي. تقدرون تضيفوني في كل مواقع التواصل الاجتماعي موجوده تحت. الكود حق السناب موجود في الركن في الشاشه، اعملوا بس سكرين شوت او صوروه واضيفوني هناك. وبس أتمنى يكون عجبكم، ومع السلامة.